مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده ساعات وهنودع 2019 وهنستقبل 2020 ان شاء الله. 2019 قبل ما نودع نقول سنه كانت كبيسه شويه، عاوز نتذكر ونفتكر ونقرر ان احنا ولادنا واخواتنا شهداء الواجب. ولادنا واخواتنا شهداء الواجب، مش عاوزين ننساهم يا جماعه ولا ننسى دمائهم. الشباب اللي مات وهو بيدافع عن الارض، الشباب اللي مات وهو بيحارب الارهاب في سيناء. عاوز نفتكر الشباب ولادنا واخواتنا وحبايبنا اللي ضحوا بحياتهم. كمان عاوز اتكلم في حاجه، ان انا الحلقه اللي فاتت كان في حد عمل مداخله معانا اتكلم عن الفيزا وتكافل وكرامه ومشروع السيد الرئيس، ويمكن بعد الحلقه اتكلمنا حوار طويل وقال ان الموضوع ده كله بيضحكوا علينا ومفيش حد بياخد حاجه والفساد موجود. بالفعل احنا حددنا ميعاد مع رئيس الشؤون وكان معانا صاحب الفيزا وكشفنا عن الفيزا اللي هي بتاعت الغلابه، المعاش اللي السيد الرئيس عامله للغلابه. اكتشفنا للاسف الشديد ان في فساد. الراجل بتاع الشؤون طلع الفيزا شغاله، ليها 5 شهور شغاله. لما تواصل مع البريد اكتشف ان الراجل موظف البريد بياخد الفلوس. تخيل بقى لما واحد غلبان بيسرق غلبان. يعني الموظف بتاع الحكومه اللي موجود ده بيسرق الغلبان اللي المفروض ان هو ال 400 جنيه بتوع التكافل وكرامه هو اللي يمكن بيكفوه او بيشتغل. الناس بتوع الارياف اغلبهم ما بيعرفش يقرا ويكتب. للاسف الشديد لقينا في فساد، ودي رساله وبلاغ للنائب العام احنا بنوجهه النهارده وبنقول يا جماعه في فساد في بالنسبه لتكافل وكرامه. الناس الغلابه ما بتاخدش، الناس المبسوطه اللي بتاخد، في تجاوزات. كمان عاوزين نتكلم على الجانب الايجابي. عندنا مبادرة اسمها مبادرة احنا معاك، شباب بيحب بلده مخلص. الشباب ده عامل مجموعات تقوية مجانية بيدوا دروس للطلبة الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية مجانا. تخيلوا احنا في وسط الظروف والمدرسين اللي بيتحاسبوا بالدقيقة والحصة بمبلغ وقدره، لا في ناس تانية بتحب بلدها عاملين مبادرة اسمها احنا معاك. انا بحييهم الاستاذ خالد سليمان بالتعاون مع حزب مستقبل الوطن. كمان انا عندي شباب قادة، شباب بيحب بلدهم ومخلصين جدا للوطن. احنا هنتعرف عليهم دلوقتي. الاستاذ عاطف البيه مدير شركة لوكيشن للسياحة، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عاطف. اهلا بيك يا استاذ محمود، شرفنا بيك. الاستاذ سعد الاسمر مدير شركة بلد للسياحة، اهلا وسهلا بيك يا استاذ سعد. اهلا بحضرتك يا استاذ. الناس دي ناس فعلا وطنيين، ناس شباب امنوا بفكر السيد الرئيس، امنوا بفكر الدولة، حطوا اهدافهم ان هم يخدموا الدولة ويقدموا منتج صح، منتج خاص بالسياحة. كان مجهود جامد عليهم، احنا من 5 سنين التقينا بيهم وللاسف الشديد الراجل كان بيبكي في شركته مش قادر يقبض الموظفين. يا استاذ عاطف في ايه؟ يقول لك انا عندي الموظفين يا اما امشيهم يا اما اخفض مرتباتهم يا اما اقبضهم من جيبي واخسر. كانت فتره صعبه عشناها من 5 سنين مع الاستاذ سعد والاستاذ عاطف، وشركات كتير من السياحه عانت منها. النهارده 2019 واحنا بنودع 2019 بنودع بأعلى إيرادات من أول نكسة يناير أو ثورة يناير 2010. كانت أعلى الإيرادات، كانت حوالي 12.5 مليار دولار. النهاردة في نهاية 2019 12.6 مليار دولار. النهاردة أنا بحيي الناس ديت وبشجعهم وبقول لهم أنت شايف الدنيا إزاي يا أستاذ عاطف قبل وبعد السيد الرئيس عبد التعسيس؟ هو في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة، وبنقول ميرسي جدا على التقديمه اللي حضرتك قدمتها لنا. هو في البدايه احنا زي ما الناس كلها عارفه والمشاهدين عارفين ان الفتره اللي احنا عانينا فيها من 2011 حتى تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت فتره صعبه على كل المواطنين المصريين، واحنا كقطاع سياحي بنتاثر تاثر بشكل مباشر بالاحداث اللي كانت موجوده. بنقول دايما ان السياحه المصريه دي حاجة للمستقبل. طيب احنا هنطلع فاصل بسيط ونرجع تاني. ورجعنا من الفاصل وهنكمل حوارنا مع الأستاذ عاطف البيه مدير شركة لوكيشن. اتفضل يا أستاذ عاطف. وحضرتك طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم بنقول إن طبعا الفترة اللي هي سنة 2011 دي كانت فترة صعبة على كل المصريين.
كل المواطنين المصريين حسوا ان احنا بلدنا بتضيع مننا او بلدنا بتتسرق مننا، الا ان تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. بنقول ان احنا كقطاع اتأثرنا، لان احنا دايما بنقول ان السياحه عشان تبنيها بتقعد فترات وسنين، ولكن عشان تخليها تنهار دي انهيارها بيبقى سهل جدا نظرا لاي حدث او اي حاجه بتدور. والسياحه عموما بتعتمد في المقام الاول على عنصر الامن، فغياب عنصر الامن بعد ثوره 2011 ده عمل تاثير بالضرر على كل قطاعات السياحه المصريه. لو بصينا على نسب الاشغال في 2011 2012 الى ان تولى السيد الرئيس هنلاقي انها وصلت لادنى مستوياتها، وصلت لادنى مستوياتها، ولكن مع تولي السيد الرئيس وعنصر الامن بدا يبقى فعال وبدا يحكم سيطرته وبدانا نحس احنا كمواطنين بالامان، بالتالي الراجل الاجنبي اللي بيجي يزور بلدنا هو كمان بيحس بالامان، وده ادى ان الموضوع يبقى فيه ازدهار وفي تقدم في موضوع السياحه، غير طبعا المشروعات الكثيره جدا اللي الدوله المشروعات القوميه اللي الدوله كلها بتخدم السياحه المصريه. أنا شايف الحلقة بادية سخن وفي مداخلات كتير معانا. معانا الأستاذ أيمن عبد اللطيف عضو غرفة شركات السياحة المصرية. أهلا وسهلا بك يا أيمن بيه. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. النهارده كان في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، يا ترى إيه الجديد؟ نعم. اللي ممكن حضرتك نهني بيه أعضاء شركات السياحة النهارده؟ والله الاجتماع الجمعية العمومية كان النهاردة كان اجتماع مثمر وبناء، وأهم حاجة يعني أصدرت عنه بعض الأشياء الجميلة جدا اللي هي فيها إن شاء الله بإذن الله دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسياحة المصرية بشكل جيد ومحترم، ودعم لشركات السياحة بشكل جيد ومحترم من خلال الإصرار على إسناد رحلات الحج والعمرة، نبدأ بالعمرة والحج الأول للشركات المرخص لها والخروج بره اطار السماسره. نمره 2 بالنسبه للسياحه الداخليه دعم الفنادق ومبادره السياحه ودعم الفنادق بقوه من خلال المبادره، بحيث ان الفنادق تقدر تجدد نفسها عشان تقدر تلاحق التسارع الرهيب جدا اللي بتقدمه الدوله من خلال الطرق ومن خلال المساعدات للسياحه، لان السياحه حضرتك تعرف ان هي قاطره الاقتصاد القومي المصري ان شاء الله باذن الله. بالنسبة للموضوعات اللي اطرحت ومناقشة الميزانية، الحمد لله الامور كلها مشيت مظبوطة 100%، وانا بشوف دلوقتي ان بقى في حالة نوع من الاستبشار بالمستقبل، ان مصر ان شاء الله باذن الله تتروق مكانتها الطبيعية في مصاف الدول السياحية الاولى ان شاء الله باذن الله، ونعود كما كنا من 2010 وافضل ان شاء الله. انا شايف ان النهارده بعد اجتماع الجمعيه المفروض ان يبقى في مناقشه للموازنه التقديريه ل 2019، يا ترى حضرتك نعم. ايه الجديد بالنسبه للموازنه التقديريه؟ والله يا فندم ان شاء الله بالنسبه للموازنه التقديريه ان شاء الله المشروعات الجديده والفنادق المنتظر انها تكون على درجه عاليه من الاستعداد، والصرف مناحي الصرف كلها ماشيه في بنائها الطبيعي، لان السيد الرئيس والسيد الوزير الاول، وبنهني السيد الوزير بمنصبه الجديد السيد خالد العناني، ماشيه في الطريق السليم. انا بشوف دلوقتي ولاول مره كراجل خبير سياحي ان مصر فعلا بتحاول وتبقى بقوه تسوق نفسها بنفسها عكس السنين الماضيه اللي كانت كل الدول بتسوق مصر ومصر عاجزه عن تسويق نفسها. فنحن الان نملك الياتنا ونملك ادواتنا ونملك قرارنا، وان شاء الله باذن الله السياحه تتبوا المجال الاكبر والاعظم ان شاء الله، ونضيف قرى سياحيه جديده ونضيف مناطق سياحيه جديده، ومع افتتاح ان شاء الله المتحف الكبير في 2020 ان شاء الله ستكون مصر ان شاء الله من اوائل ومصاف الدول السياحيه الاولى ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان كان في توجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واكد عليها سياده الوزير يمكن من كام يوم كده في الاجتماع الاول للشركات، انه بيعتمد على مشاركه القطاع الخاص في تنميه السياحه والاهتمام بشركات القطاع الخاص. يعني انا شايف ان شركه زي شركه البي وشركه برك ومجموعه الشركات اللي بيقودها شباب يعني بدات تاخد مكانها الطبيعي جوه المنتج السياحي وجوه السوق، نقدم لها دعم ازاي ساعتها؟ تعالى نتفق ان شركه البي او شركه كذا او شركات السياحه المصريه، طبعا شركه البي بياخدها الشاب عاطف البي، وهذا الرجل محمد البي اخوه، هذا الرجل من اعظم الرجال اللي بيشتغلوا في السياحه الداخليه وعمل تعشه كبيره جدا في السياحه الداخليه في مصر، وانعش كثير من الفنادق التي كانت ان تغلق ابوابها، وبيتعامل بشفافيه وباحترام. وبرضه شركات كبيره في مصر زي شركه داون تاون للسياحه او الشركات الكبرى
كلها. تعال نتكلم بقى على إطار التعاون الرسمي اللي هو بين الدولة وبين الشركات. القطاع الخاص هو قاطرة اقتصاد السياحة، بمعنى ايه؟ ان تلاحم القطاع الخاص مع القطاع العام يؤدي بنا الى رفعة السياحة لدرجة عالية جدا. ازاي حضرتك؟ النهاردة انا بقى الدولة عاملة فنادق، طب اللي هيسوقها مين؟ ما هي شركات السياحة بتاعتنا الكبير مع هيئة تنشيط السياحة. واحنا بما ان لينا من خبرات ولينا عملاء في كل دول العالم، انا بقى اطالب بس بان احنا نرجع نفتح مكاتب لشركات السياحه في دول العالم. لو كل دوله من دول العالم فتحنا فيها مقرات وسمحوا لنا بفتح مقرات، اعتقد ان مصر ان شاء الله باذن الله في خلال 5-6 سنين هتكون من 5 الدول السياحيه على مستوى العالم كله. بالنسبه لشركه البي والاستاذ عاطف واخو محمد، بصراحه بتاعت ربنا، يعني عايز اقول لك نموذج متطور جدا لاداره شركات السياحه في مصر، وارتقوا بالشركه وارتقوا بالفنادق اللي هم بيشتغلوا فيها، وبجد يعني نعم الناس المحترمين. ربنا يخليك ايمن بيه، والله انت وحشني كتير جدا طبعا، وحضرتك من خيره الناس اللي بتشتغل معانا في المجال. بس عايز الفت نظر الناس لحاجه، احنا عندنا شركتين، شركه لوكيشن للسياحه ودي اللي احنا تحت ادارتنا، وفي شركه البي اللي هو اخويا وحبيبي محمد البي بيديرها، احنا شركتين منفصلين. ولكن يبقى شركه لوكيشن، انا معلش يمكن انا بس سوري في اللفظ عشان انا في الاجتماع فعندي بتاع سامع. طبعا شركه لوكيشن، بص يا عاطف بيه، انت راجل خبير وغني عن التعريف، وانت ربنا يخليك يا ايمن بيه، وحشني كتير. قطاع كامل وانقذته من السقوط في مرحله كان فيها حاله ركود كامل في السوق، وانت استطعت بجهدك وبفكرك وبثقافتك وبرؤيتك العاليه جدا وفكرك السياحي المتطور انك تخوض هذا القطاع وتوصل به لبر الامان، وفعلا اثبت بخبرتك الكبيره جدا انك رجل فعلا سياحي من الدرجه الاولى، وتستطيع ان تتبوأ مكانه سياحيه عاليه جدا في مصر. على فكره ايمن بيه كان في البرنامج، كان عامل استفتاء على صفحه البرنامج، وشركه لوكيشن الاستاذ عاطف البي طلعت رقم واحد في السياحه الداخليه في مصر، واحنا بنكرمها النهارده من خلال البرنامج ده. يعني شركه لوكيشن من الشركات التي تكاد ان تكون صاحبه بصمه عاليه جدا في السياحه، وشركه لها كلمه، وخد بال حضرتك الكلمه دي مهمه جدا، واستطاعت ان تكون قاطره السياحه الداخليه في مصر. وانا بصراحه بتاعت ربنا امد ايدي ليكم في هذا المجال، واقول لكم فعلا ان انتوا فعلا ناس محترمه جدا، وان فعلا الاستفتاء بتاعكم استفتاء فير فعلا، ويستحق فعلا عاطف البني يكون فعلا رجل السياحه الداخليه الاول في مصر ان شاء الله. ربنا شكرا ايمن بيه، ربنا يخليك والشهاده على صدورنا، نعتز بيها ربنا. شكرا ايمن بيه، والاحترام للقناه يا فندم، شكرا جزيلا، سلام عليكم. نرجع للاستاذ سعد الاسمر مدير شركه برع للسياحه، ونقول له انت شايف الدنيا ازاي، وايه الجديد اللي ممكن نقدمه في 2020 للشباب؟ والله احنا الجديد اللي ممكن نقدمه في 2020 ان احنا ممكن الاهتمام بالسياحه، نهتم بان احنا نفك القيود شويه عن تراخيص السياحه، عن شركات السياحه، نقوم مع الشباب بتدريب في الجامعات المختصه بالسياحه، نهتم شويه معاهم بان يبقى في تفاهم مع الفنادق ليقوموا بتدريب الشباب، على لان احنا فقدنا في السنين اللي فاتت عماله كبيره جدا كانت شغاله في السياحه، راحت الى اماكن ثانيه في الشغل، ما بقتش في نفس شغلانتها، فاحنا محتاجين جيل جديد نساعدهم بكده. كلام جميل، وبنقول ان دي رساله بنوجهها لقطاع السياحه، احنا عاوزين كوادر فعلا، كوادر تتعامل مع شركات السياحه الاجنبيه، وعاوزين وسائل دعايه جديده نقدر نجذب بيها السائح. السياحه دي منتج، ومنتج مهم جدا، من اكيد ليه عامل جامد في الموازنه، وجزء كبير في الايرادات، يمكن زي قناه السويس، زي حاجات كتير قوي في البلد احنا بنعول عليها. احنا معانا مداخله تانية، مين؟ الاستاذ سامح جمعه، نائب رئيس مجلس اداره فنادق هواي الغردقه. اهلا وسهلا بيك يا سامح بيه. اهلا بحضرتك محمود بيه، واهلا بضيوف حضرتك مستر عاطف البيه، طبعا غني عن التعريف، ومستر سعد الاسمر، ودول طبعا من اكبر الشركات اللي شغاله مع مجموعه فنادق هواي. تحياتي لحضرتك ولكم حضرتك الكريم. احنا عاوزين نسال حضرتك على نسبه الاشغالات في الغردقه، واحنا داخلين على احتفالات راس السنه والكريسماس. والله الحمد لله احنا المجموعه بتاعتنا، طبعا انت عارف الحاج محمد ابو النصر صاحب المجموعه مدينا والله تعليمات تقريبا، احنا اسعارنا الحمد لله في متناول كل الاسر المصريه، فالحمد لله الاستغلال عندنا كويس، عدى 9% خلال الفتره اللي فاتت،
وطبعا الصيف بيبقى تقريبا 100% يعني. الحمد لله محجوزين الصيف كله يعني، و90% من نزلائنا مصريين بصراحه، لان احنا تقريبا السياحه الداخليه احنا بنحط كلمتنا معاك وبرضه في ان احنا عايزينها تبقى دايما مستمره. يعني احنا نقول في اهتمام برضه بالوفود المصريه والموجوده لها مكان في الفنادق الكبيره اللي كانوا محرومين منها قبل الثوره. في مجموعه هواي مع الحكم محمد ابو النصر، يعني انت حضرتك اي اسم هواي هيقول لك مصريين على طول، معروفين احنا بنحب المصريين. طب احنا عاوزين ناخد فرصه ان حضرتك موجود معانا ونقدم عرض كده للشباب واحنا بنحتفل براس السنه. موجوده يا فندم العروض مع شركات السياحه، واسالهم عن الاسعار اللي بتقدمها مجموعه هواي. هتلاقيها متناول كل الاسر المصريه. مستر سامح مساء الخير. سامور يا عبد الجليل. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ طبعا دي شهاده هتبقى مجروحه في حق مجموعه فنادق هواي. للامانه الشديده الحاج محمد ابو النصر يعتبر عمل حاله في السياحه الداخليه في مصر. اولا تمام. المصريين بيحبوا الفرايتي. احنا كده هنقعد بقى نجمل في بعض. لا 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 والله لا لا دي الحقيقه. لا الحق لا 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 دي الحقيقه فعلا والله. هم فعلا ناس بيقدروا الزبون المصري فعلا وبيهتموا بيه جدا 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 جدا، والاسعار بتاعتهم مناسبه. سامح بيه عشان ما اديش فرصه للاستاذ عاطف يعمل شغل من خلال البرنامج. انت شايف سعادتك الاستعدادات ازاي في ضوء توجيهات السيد الوزير وتوجيهات السيد رئيس الدوله؟ احنا هنا البرنامج لخدمه المواطن المصري، صوت الوطن والمواطن. احنا عاوزين طبعاً نشوف ايه الجديد اللي ممكن يقدمه المواطن المصري في ظل اهتمامات السيد الرئيس. هقول لحضرتك، هو السياحه احنا تقريبا السياحه عشان تبقى فعلا كل السياحه الداخليه فعلا تبقى على مستوى مصر كلها، محتاجين الفنادق اولا رقم واحد تنزل الاسعار في متناول المصريين. وديت احنا اول بادره عملناها تقريبا في الاسعار كانت بتاع الحاج محمد الاونر، ان هي تقريبا اسعارنا في متناول الجميع. فانا هم محتاجين تذاكر الطيران بتاع الدوله للمناطق زي شرم والغردقه والاماكن دي تبقى مخفضه شويه في السياحه، لان هي فعلا عاليه. فدي بتساعدنا. ثاني هم محتاجين الجامعات في مصر يبقى فيها تدريس ووعي بالثقافه، ثقافه السياحه نفسها. بحيث ان هم دول اسر المستقبل اللي جايه، فالنهارده لما حضرتك النهارده تدرس وتحط في المناهج التعليميه زي السياحه واهميه السياحه ويبقى في وعي سياحي اكتر من كده بالنسبه للمصريين، صدقني السياحه المصريه مش هنبقى محتاجين سياحه من بره، يعني تقريبا احنا بنحتاجها للعمله الصعبه، ولكن هو خير بلدنا مش هيطلع بره، وهيبقى كل الشعب المصري عنده تقريبا ثقافه سياحه، ودي تقريبا انتشرت الفتره اللي فاتت. ما شاء الله يعني الحمد لله السياحه الداخليه في ازدياد اكتر من بعد الثوره، وتقريبا هي عمود الخيمه، ولولا السياحه الداخليه كانت في فنادق كتير فعلا قفلت. شكرا سامح بيه. نكمل حوارنا مع الاستاذ عاطف ونقول في اهتمام من السيد الوزير خالد عناني بالمنتج السياحي. طبعا بيوفر حاجات كتير وبدا يتفاعل مع اصحاب يمكن اصحاب البازارات واصحاب المكاتب. ايه المفروض يبقى موجود الفتره اللي جايه في 2020؟ انت شايف الموظف دلوقتي اللي هو بيقابل بتاع مكاتب السياحه اللي بيقابل الوفود اللي بتيجي، هو ده مؤهل فعلا ان هو يشتغل القصه ديت ولا احنا محتاجينه؟ هو احنا في البدايه طبعا بنبارك للاستاذ الدكتور خالد عنان، واحنا مبسوطين جدا بتوليه حقيبه وزاره السياحه، لان هو السياحه والاثار كمان. طبعا لان هو برضو حد مؤهل، وهو دكتور للناس اللي مش عارفه. انا شايف في مؤتمر كان تقريبا الشركه بتاعتكم عاملاها وفيها ما يقرب من 7000. المؤتمر ده مؤتمر يعتبر اكبر مؤتمر حصل في مدن البحر الاحمر كلها. وخاصه مدينه الغردقه. ده مؤتمر كان في عدد حوالي 7000 فرد. 7000 فرد اتسكنوا في اكتر من حوالي 23 فندق. فده كان حدث برضو قام بيه الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين، واتعمل المؤتمر او المؤتمر العام لنقابه المحامين اتعمل في الغردقه، نوع من التشجيع برضو للسياحه الداخليه في مصر. واحنا بنشكر من هنا برضو الاستاذ سامع عاشور على دعمه للمدن الساحليه. لا بصراحه كان في دور حيوي وشغل كبير انت عامله الفتره اللي فاتت 2019. بس عاوزين نركز على احنا دلوقتي السيد الرئيس. السيد الرئيس اهتم بذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم. طبعا احنا عاوزين عرض لذوي الهمم من خلال البرنامج لكل اصحاب القدرات الخاصه من خلال شركه لوكيشن وشركه بلق. عاوزين يبقى البرنامج خرج بحاجه للشباب. لا هو حضرتك احنا اوريدي في مبادره بتتعمل ما بيننا وما بين شركات السياحه، احنا عاملين ما بيننا وما بين بعض زي بروتوكول
بنسميه بنكمل بعض كشركات سياحة. كان من ضمن البروتوكول ان احنا متفقين على ان اصحاب الهمم او الاحتياجات الخاصه دول بيبقى احنا بنقدم لهم تقريبا ديسكاونت بيتراوح من 25% ل 50%. فاي مؤسسه او اي دار او اي حد شغال في هذا النشاط حضرتك بس هو يكلمنا في اي وقت ديل ليهم عن طب انا ليهم تخفيضات 25%. عاوز اقدم مبادره من خلال برنامج في وجود حضرتك ووجود سعد بيه ان احنا هنعمل فرح مجمع مع حضرتك مناسبه لذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم، ويا ريت حضرتك تتولى القصه دي. احنا حضرتك معاك وفي ظهرك وكل شركات السياحه. احنا معانا 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 مداخله تانية. الاستاذ خالد الحضري خبير سياحي، اهلا وسهلا بك يا خالد بيه. اهلا وسهلا ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا تشرفنا كده. انت شايف سيادتك السياحه 2020 هتبقى ازاي في مصر؟ السياحه الداخليه تحديدا. السياحه الداخليه هيكون عندها شويه تحدي برجوع السياحه الخارجيه المستجلبه، انما طبعا احنا في تحسن واضح في كل حاجه، وخصوصا بعد الدنيا ما بتتحسن، مثلا الطرق بتتحسن، بس احنا طبعا يعني يا ريت برضو يكون عندنا شويه تعاون ما بين وزاره السياحه ووزاره الطيران، لان ما حدش هيقدر يستغنى عن الطيران. الطيران عامل اساسي قوي في ان السياحه الداخليه تتحرك. الاسعار طبعا بتاعه الطيران اسعار عاليه بالمقارنه بالدول الثانيه، انما الطرق طبعا في تحسن محترم. الطرق احنا دلوقتي بقينا بنروح شرم الشيخ في حوالي 4 ساعات، ده متميز قوي عن قبل كده. انما هذا لا ينفي ان احنا ما زال محتاجين شويه تعاون من خطوط الطيران اللي موجوده ان الاسعار تبقى مناسبه للمصريين اكتر. شكرا خالد بيه. اهلا وسهلا. احنا كان قبل ما نختم برنامجنا كان في استفتاء عامله البرنامج لاختيار الشخصيات المؤثره 2019. طبعا كان معانا الوزير علي مصلحي رقم واحد في اختيارات في الاستفتاء على صفحه البرنامج كافضل وزير 2019 الوزير خالد المصلحي علي المصلحي وزير التموين. معانا النواب النائب بكر ابو غريب ونائب صبحي الدالي. معانا الافراد اللي كان لهم دور ولهم بصمه في العمل المجتمعي، الاستاذ شعبان ابو هيكل، الاستاذ عمر ابو رحومه، الاستاذ احمد ابو نادي، الاستاذ الحاج احمد ابو رمود، الحاج جميل ابو طلبه، الاستاذ حسام الخطيب، الاستاذ اسامه هنداوي، الدكتور ربيع ابو درقه، الاستاذ خالد سليمان، الاستاذ احمد الجيار، والحاج عبد الرسول طنطاوي، ومن الناس التنفيذيين الاستاذ نبيل ادري، والاستاذ سعيد هنداوي، والاستاذ سمير ابو هاشم، الاستاذ رضا ابو سلامه، الاستاذ بلال عبد الرازق، الاستاذ سيد حمدان، الاستاذ عبير العقبي، الدكتور محمد ربيع، والدكتور طارق السمان، الاستاذ طارق السمان. احنا قبل ما نختم برنامجنا بجدد تهنئتي للشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش مصر وقاده مصر، وبقول لكم ما تنسوش دم شهدائنا ولادنا اللي ماتوا وهم بيحاربوا الارهاب، وعاوزين نكرر ان احنا دايما مع السيد الرئيس بندعمه، والقطاع الخاص 2 شباب الاستاذ عاطف والاستاذ سعد، شركات القطاع الخاص بيدعموا الدولة ومستعدين للمشاركة المجتمعية، وحتى لو مش هياخدوا حاجة من الدولة هم الناس بتشتغل وزيهم كتير ملايين بيخدموا بلدنا عشان نواجه الإرهاب والفكر المتطرف، والناس اللي قاعدة في القنوات اللي في قطر واللي في تركيا قاعد يبص في سمومه وقاعد يحرض على بلدنا، بنقول لا احنا مصر بينا ومصر لينا ومصر غصب عنكم باقية ومستمرة، وكلنا نقول تحيا مصر. تحيا مصر السعادة. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.